مهندس مفكر، مهندس خفيف، مهندس ميكانيك، مهتم بالميديا والبرمجة والمشاريع التربوية والتعليمية منذ عام 1995، عضو مجلس إدارة قناة سنة الفضائية للأطفال، صاحب فكرة المدرسة الرقمية تحرك انا يلا بس تصير اروح جهاز وكذا بيصير يعني اكيد فكفي جهاز هذا هو مشان بس مباشره حيث ساهم بتنفيذ عشرات من مشاريع هو شوف طويل الشوط يعني مسيرة تقريبا عبر مسيرة عمله حائز مؤخرا على برائد الاختراع في تطوير التعليم على مستوى العالم. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. شكرا لكم. المحور بعنوان المدارس البعدية الرقمية إيه، عفوا تمام. الرقمية طيب. ايه بس انا مضطر انه ممكن يلتفت لعندي اذا طيب ممكن. بسم الله. لا هيك راكز. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية. أنا شاكر هذه الفرصة للأخوة المنظمين أستاذ الدكتور حسان والدكتور هاني وجميع الأخوة والأحبة. الله يعطيكم العافية. في الحقيقة أنا كنت عب بس سماء البداية اللي بدأ فيها الدكتور هاني واللي صار في عليها تعقيب من قضية أنه كيف يكون المشروع في المستقبل وكيف نستثمره، كيف يكون من الداخل نابع من قلبنا من محيطنا من وضعنا السوري أو الوضع المحلي. في الحقيقة نحن نقدم الآن تجربة أعتقد والله أعلم أنها تحقق الكثير من هذه المفاهيم أو من هذه الشروط للمشروع. المدرسة الرقمية. المدرسة الرقمية انطلقت من 6 سنوات، بدأ البحث فيها والعمل عليها من 6 سنوات. الفكرة الأساسية اللي كانت تعتمد عليها قضية كيف لي أن أقدم تعليم مميز جيد ممتاز يكون بمستوى عالي ولكل شرائح المجتمع وبكلفة منخفضة، بمعنى أن هناك عاملين أساسيين، سعة الأثر وعمق الأثر. أنا لا أتحدث عن حفر بئر ارتوازي بعمق كبير ولا أتحدث عن استصلاح أرض بمساحة كرة ملعب كرة القدم، لكن أتحدث عن حفر مساحة ملعب كرة قدم بعمق البئر الارتوازي، سعة الأثر وعمق الأثر. من هنا انطلقنا في موضوع المدرسة الرقمية. أول قضية أنا كيف لي أن أحقق ذلك؟ بدأنا نبحث بالتجارب العالمية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، الدول المعروفة كلها. أول ما يخطر ببال الإنسان مدرسة رقمية، إذا أنت تتحدث عن منصة تعليمية، إذا أنت تتحدث عن تعليم إلكتروني، إذا في الحقيقة لا هذا ولا ذاك، كل هذا وزيادة. المدرسة الرقمية هي اختراع سوري بامتياز، نبع من الحاجة السورية أو من الحاجة الداخلية اللي هي أزمة سوريا اللي ما بشابها شيء، مثل ما بنشوف في دول تانية ممكن يكون كوارث زلزال، أما الوضع السوري وضع مختلف تماما استثنائي. طيب أنا هنا سأتحدث عن فكرة المدرسة الرقمية، لابد أني أشرحها لأنه حتى بس نزيل اللبس اللي ممكن يخترق لذهن الإنسان أنه شو هي المدرسة الرقمية في البداية، ثم نتحدث عن مشاريع المدرسة الرقمية المستقبلية، وضروري جدا نشوف بعض النماذج، لن نشاهد كل النماذج، سنشاهد بعض النماذج الخاصة بالمدرسة الرقمية. لا هيك تمام. طيب المادة العلمية سابقا كانت موجودة دائما في قالب كلاسيكي نسميه نحن الكتاب، هذا معروف، وتقدم عن طريق وسيلة تقليدية كانت سابقا الكتاب، ثم فيما بعد صارت اسم المدرسة، وتصل إلى الطالب المستقر اللي هو جنب الكتاب أو جنب المدرسة بيروح بيتعلم وبيجي. هذا هو الأسلوب التقليدي للقضية التعليمية. طيب نحن في المدرسة الرقمية ماذا قلنا؟ إن يا ترى
لو استطعنا أن نضع المادة العلمية في قوالب مختلفة عن الكتاب، مثل البي بي سي بزمانه حطتها في قالب صوتي تعليم اللغة الإنجليزية على الإذاعة. طيب لو وضعنا المادة العلمية بأشكال جديدة، قوالب مختلفة، يعني بصوتي، ملفات بي دي اف، صوتية، فيديو، تفاعلية، إلكترونية، كل الوسائل الأشكال المختلفة، احتلت مادة العلوم وحطيتها، الرياضيات سويتها بكل الأشكال، هذا سيمكنني من أني أنا أستخدم عديد من الوسائل. ممكن أسوي منصة، ممكن أسوي تلفزيون، ممكن أسوي قناة فضائية، ممكن أسوي قناة يوتيوب، ممكن على الواقع، ممكن بشكل فيزيائي، ممكن أحطها على البروجيكتور، ممكن. فبكتشف أنه أنا عندي عشرات الوسائل التقنية الحديثة اللي ممكن أستخدمها. طيب كوني أنا استطعت أني أضع المادة العلمية بهذه الأشكال، وكوني صرت أستطيع أني أستخدم كل هذه الوسائل، فأنا صار عندي إمكانية الوصول إلى الطلاب، ليس فقط الطالب اللي مكتب المدرسة جنبه، لا، استطاع أني أنا أصل لكل الطلاب في كل المجتمع. كيف يعني؟ يعني نحن كنا نتحدث عن طريقة خطية في إيصال التعليم، علوم تأتي على المدرسة إلى الطالب المستقر. ماذا حصل؟ الذي حصل أنه حولنا من النمط الخطي إلى النمط النجمي، بمعنى أن المادة التعليمية صارت في المركز بأشكالها المختلفة، ولم تعد بوابة وحيدة للمادة التعليمية اللي هي المدرسة، وإنما صار عندي عشرات البوابات. هون في عنا مثال على 12 بوابة، ممكن يكون في عندي أنا كل ما تطلع بوابة جديدة أربطها مع المدرسة الرقمية، وبالتالي صار في عندي طريقة نجمية لتوصيل التعليم. نحن ماذا فعلنا في المدرسة الرقمية؟ أحضرنا المادة العلمية بأعلى المواصفات، حولناها إلى أشكال مختلفة، فيديوهات، تفاعل، كذا، أخذنا المنهاج السوري المنقح، بدأنا الآن حاليا من الصف الخامس إلى البكالوريا أنجزناه، نتحدث عن أرقام كبيرة جدا حتى على مستوى الدول. لنفترض مثلا عم نحكي عن 2700 حلقة تعليمية وفق أعلى الكواليتي، مثل ما حنشوف، كتب ذكية، كتب إلكترونية، كتب تفاعلية، سيديات، سوينا أشكال مختلفة، طبعا تطبيقات الجوال، المنصة التعليمية المباشرة، البث المباشر، أشكال مختلفة صارت موجودة، كلها موجودة عندنا. صار الطالب أينما وجد الآن صار لديه وصول إلى المادة التعليمية مثل واحد فتحت له مائدة مفتوحة، بيحب يأكل صنف معين، عنده مقدرة يوصل له، بيصدر يوصل له، فيستطيع الآن الطالب أن يلج إلى المادة التعليمية من وين ما بده. ولذلك نحن اليوم في تجربة المدرسة الرقمية الآن لدينا دخول عليها من كل أنحاء العالم، بلدان بتعرفوا من أمريكا، دخول غريب عم يدخلوا، وأيضا تطبيق من أوروبا طبعا وبلدان العربية، وأيضا تطبيق على الأرض في كل في مناطق كمان ما بنعرفها. مثلا جانا تقرير الآن في القدس، مدارس خاصة في القدس عم بتطلع على المدرسة الرقمية وعم بتطبقها في مناهجها في الداخل السوري. طيب ناس ما عندهم كهرباء، ما عندهم بروجيكتور، صار يشوفوا حلول مثل ما حنشوفها، عم بحطوا بروجيكتور مع مولدة وخلص الصف انقذ. هذا اللي ما عنده استاذ متمرس، ما عنده شيء، صار يحط لهم بس الفيديو بيشرحه، هذا الفيديو الذي عمل عليه لجان مختصه علميه وفكريه وهو الاخريه، وانتج باعلى المواصفات العلميه والفنيه، صار يعرض طالب بصف التاسع او البكالوريا اللي كان عم يدرس هؤلاء الاطفال، وصار يعطيهم الماده العلميه. اذا المدرسه الرقميه تراعي كل هذه الظروف، تعمل اونلاين واوفلاين، تضع حلول. مجرد ما أنا أقترح ما هو وضعي، هي عبارة عن قطع بازل، أختار منها ما أريد وأركب الحل المناسب لي. أكثر من ذلك، نحن حتى في إعداد المدرسة الرقمية كنا نراعي استقرار ما بعد الأحداث في سوريا، ولذلك وضع فيها نظام متطور لإدارة المدارس وجمع. نحن على أساس أنه حتطلع حكومة حنشيل الدنيا كلها ونروح عند الحكومة ونقول لها تفضلي، هذا هو نتيجة رأسا على طول، على طول انت اشتغلي مباشرة، ديري عمليتك التعليمية في سوريا كلها، هذا الآن مصمم موجود جاهز، مدارس، إدارة مدارس، إدارة طلاب، إدارة مدارس وطلاب ومدرسين وإداريين في العملية التعليمية، والدمج بينهم أيضا.
طبعا نحن ماذا أنتجنا من المدرسة الرقمية؟ على المستوى المحتوى العلمي أنجزنا من الخامس إلى البكالوريا. على مستوى الوسائل أنتجنا كثير من الوسائل. لدينا في المكونات ينقصنا شيئين أساسيين مثل ما حنشوف. في عندنا فكرة الابتدائي لسه من الصف الأول إلى الرابع، لأنه وفق دراساتنا وجدنا أنه يجب أن تنجز بنمط مشابه لأفتح يا سمسم، وبالتالي في عنا كلف في غير نمط يعني معين، ففي في له مراعاة لأشياء تانية، ولذلك هذا أجل إلى الآن وانتهت أبحاثه، يحتاج ننتظر تمويله. وأيضا في لدينا نموذج الكتاب الذكي اللي أعجب فيه، هذا طبعا من الاختراع. أنا نسيت أني أشير العملية هذه كلها اللي شايفينها، لأنه إنتاجيا وطريقة التنفيذ هذا ما حصلنا عليه على براءة الاختراع. نحن قدمنا من 3 سنوات إلى براءة اختراع، بعد 2 سنين من تقديمنا إلى المفروض تحسم قبل 4 أيام من حسم القضية احتجت اليابان. اليابان عم بتقول أنه أنتوا نظامكم التعليمي هذا في المدرسة الرقمية نحن من سنطبقه بعد 5 سنوات، وتمينا الآن في خلاف معه لمدة 1 سنة كاملة لأثبتنا أنه نحن بالنسبة لنا أصلا العملية هي أنجزناها. أنتوا هي فكرة عندكم، نحن أنجزت وأنهيت وانتهت، وبالتالي حسم القضية الحمد لله، والآن دفعنا الرسوم وحتوصلنا لبراءة الاختراع في قضية التعليم. إذن ينقصنا المكونات، لدينا باقي الابتدائي والكتاب الذكي، ولدينا هدف المكون العلمي، لكن من البوابات اللازمة أيضا، من مشاريعنا اللازمة للبوابات تشغيل المنصة. يعني نحن الآن اليوم عنا منصة تعليمية من أضخم المنصات اللي ممكن تشوفوها على مستوى العالم حتى موجودة، ولكن هي بدها كوادر ومدرسين وكذا، فهذا نحن متوقفين الآن فيها تقنيا، جاهزة بس عبارة عن هذه الكوادر وتمويل هذا المشروع. أيضا القناة الفضائية، القناة الفضائية نشعر بأهميتها بشكل كتير كبير، بتبث لكل أنحاء العالم ومواد موجودة. يعني أي قناة فضائية الكلفة الأساسية هي في المحتوى، المحتوى كله منجز، لدينا كل الحلقات موجودة. وأيضا النقاط التعليمية هي المشاريع التي بدأناها الآن في الداخل السوري مثل ما حنشوف، واللي أنجزنا فيها شيء متطور، وتم الاتفاق الآن سواء مع الحكومة المؤقتة. من ميزة هذا المشروع أنه ما لنا علاقة بالسياسة، يعني استطعنا أن نعمل بإدلب محل ما نفوذ معين، واستطعنا أن نعمل في درع الفرات، واستطعنا أن نعمل في 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 عزاز، فما في عنا أي مشكلة، ما يعني عبارة عن كله تقني. بل أكثر من ذلك، برنامج في أيام الغوطة وحصار الغوطة فترة من الفترات صار انقطاع كامل، فاتصلوا فينا أخوة عبارة عن 25 متطوع، قال لي أنا معي فريق 25 متطوع، نحن نحتاج إلى المادة التعليمية تبعتكم في المدرسة الرقمية. قلنا له تكرم، رحنا جمعنا له المادة التعليمية عبارة عن 0.5 تيرا، جمعناها على رابط وقلنا له تفضل سوي داونلود. فراح سوى داونلود خلال يوم، أمنوا حالهم في الغوطة أيام الحصار ونزلوا المنظومة بالكامل، نزلوها وبدأوا يسوقها وانتهى الأمر. أنا كان لقائي معه أو اتصالي معه عبارة عن هذولك اليومين لوقت ما بعتناهم. بعد ما صار اللي صار في الغوطة وكذا، تفاجأنا بالزيارة له عم يزورنا، بيقولنا الله يجزيكم الخير، نحن في فترة من الفترات الغوطة كانت في معظم قائمة على المدرسة الرقمية. لاحظوا كيف عبارة عن داونلود ليوم واحد فقط حللوا مشكلتهم في الغوطة كلها في وقت من أصعب الأوقات. نحن حنشوف الآن بعض الأشياء التي تمثل المحتوى، بعض المحتويات اللي عنا، حنشوف نموذج من الحلقات المرئية مثلا، وممكن نشوف بعض الوسائل مثل الكتاب الذكي بشكل قدر ما يمكن أنه يكون سريع. خلينا نشوف في فيديوهات نماذج من الحلقات المرئية كيف تقدم. طبعا أشكال كثيرة، مثلا خلينا ما حنسهب يعني بأي أي مادة، بس هيك نطلع ولو اطلاع سريع. الصوت شغال؟ أهلا بكم في سلسلتنا التعليمية لمادتي الفيزياء والكيمياء، فهيا لنتعرف على أسس هذه العلوم. عزم المزدوجة، سنتعرف في هذا الدرس على أولا المزدوجة، ثانيا عزم المزدوجة، ثالثا ذراع
الذراع المزدوجة. لاحظ كيف ندور مفتاح الباب. نؤثر عليه بقوتين متعاكستين بين الإبهام والسبابة. كيف نفك صامولة إطار سيارة؟ نأخذ مفتاح صامولة وندوره بكلتا يدينا بقوتين متعاكستين. ما نشاهده هو المنهاج السوري تحديداً. بدل الأستاذ عم يشرح الآن بطريقة. راقب حركة يديك وأنت تدور مقود دراجتك عند المنعطف أو عندما يدور سائق السيارة طبعا مراعى فيه. أنا حضطر أني يعني شدة القوة العضلية ستكون نفسها في الحالتين، ولكن الذراع في الحالة B أكبر، فالعزم أكبر والتدوير أسهل. ملاحظة، ذراع المزدوجة D في كل حالة هو قطر مقبض لفك D يساوي. تمام، هي نموذج مثلا. خلينا نشوف هيك بعض النماذج الأخرى. مثلا خلينا نشوف اللغة العربية كيف تم التطرق إلها. مثلا اللي هي طبعا كثير من طلابنا بيملوها داخل الوضع السوري، أزمة نفسية وكذا، كيف حتشدوا لحلقة اللغة العربية مثلا؟ نرحب بكم طلابنا الأعزاء، أجمل ترحيب ضمن سلسلة تعليم اللغة العربية للصف التاسع، راجين من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الفائدة والمتعة. رسول الهدى. هذا طبعا مثلا قصيدة في اللغة العربية، بيفتح الكتاب بصفحة فلانة. في هذا الدرس هذا الفهرس تبع الشاعر البوصيري. ثانيا نص رسول الهدى. مولاي صلي وسلم دائما. تدخل الانشوده، تدخل المشهد الترفيهي، بيدخل في تشويق خلال الحلقه. مراعاه كل القيم التربوي، كيف الطالب يتفاعل مع الحلقه نفسها. البان العلم، اسماء اماكن في بلاد حجر. تمام، نشوف مثلا مثال بس هيك ولو مثلا الأحياء. أي صف مثلا ممكن فرضا؟ ما بهم. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتنا التعليمية لمادة العلوم للصف السابع. طب شو؟ أكرر، نحن نتحدث عن 2700 حلقة منتجة بهذه الكواليتي. مثلا لما نجينا على التاريخ فرضا، لما نجينا على التاريخ بدنا نقدم تاريخ الأموي مثلا، قدمنا لهم إياه من داخل قلعة حلب. الطالب صار يحس الأجواء. يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ضمن السلسلة التعليمية لمادة التاريخ للصف السابع، متمنين وتحول نظام الحكم قاعة العرش. الأشياء هذه كلها ترعيناها بشكل وسمي الأموي نسبة إلى الأسرة الأموية التي حكم منها 14 خليفة، أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان بن محمد. تأسست الدولة الأموية على يد بنلاحظ طبعا في خرائط بتشرح في كذا بين نظام الشورى في الحكم والنظام الوراثي. نظام كأني هذا راح على آسف. تمام،
طبعا في نماذج كثيره، اذا حدا في بيحب يشوف نموذج معين من ماده معينه في هذا ممكن نورجيه. طيب ماذا ايضا فعلنا؟ نفذنا، عم نحكي الان 2700 حلقه، 2700 حلقه اللي هي السعوديه حاولت مع قناه اقرا تنفذ المنهاج السعودي، وبعد سنه كامله من بذل ملايين انتجوا 22 حلقه فقط. هي من اهم الاشياء اللي كانت مثبطه لنا في بدايه المشروع، انه في دول اشتغلت. في انتوا وين رايحين في الزحمه هي؟ كيف لكم ان تنتجوا 2700 حلقة؟ هون احنا اشتغلنا بين خبرتنا وافكارنا وطريقة تنفيذنا. وانا شخصيا مهندس ميكانيك، كنت اتحدث عن طريقة التنفيذ اللي هي اذا بتتذكروا الحبسة النسائية، هي السودة، هي بتلاقي 100 حبسة بعشر ليرات على باب جامع الكبير كانت تنباع. طيب هي الحبسة هي الوحيدة، هي بتكلف عمليا، بتكلف ما يقارب اذا بدك تروحي عند مخرطة وشغلها وهذا، بتكلف تقريبا شي 200 ليرة او 300 ليرة. طيب شلون عم تنباع 100 حبة بعشر ليرة؟ هو عبارة عن شيء اسمه ماكينة متعددة الرؤوس. ماكينة متعددة الرؤوس اللي هي كانت تدخل الحديدة من هون، بتقص، بتروح لهون، بتطعج طعجة اولى، تروح لهون بتطعج. جربوها اول مرة، بعدين بسرعوا 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 الى لحظة معينة تنتج 1500 حبسة في الدقيقة الواحدة. هذا المستوى اللي عم نحكي عنه نفسه لاول مرة، لاول مرة ينفذ كخط انتاج فكري، اللي هو نفذ في المدرسة الرقمية. نفذناه انتاج فكري، انتاج حلقات تعليمية، انتاج اعمال بكمية كبيرة ولكن وفق كواليتي وتنفيذ معين. من الاشياء اللي انتجناها طبعا الموقع، المنصة موجودة الآن، ممكن يعني إن شاء الله تعالى حنزودكم بروابط، موجود كلها موجودة. من الأشياء هذا 149 DVD تفاعلي بشكل كامل لكل المنهاج أيضا، يعني بمعنى يستطيع الطالب إذا كان الآن أوفلاين عنده هذه الحلقة، عنده هذا الملف، طبعا نقصد CD DVD مو شرط تكون DVD، بيقدر بيشوف الكتاب الإلكتروني اللي هو طبعا هلا حنشغل بس الابلكيشن تبعه. الاسئله التقييميه بقدر بشوف تبع ماده العلوم، الحلقات الصوتيه. انا بس تذكروني بالوقت مشان اعرف اوزعه بعد اذنكم، نبهوني بس قبل 5 دقائق مشان نكون كل هذا. الحلقات الصوتيه ايضا، الكتاب الدراسي اذا رادوا يطبعوه باي مكان او باي جهه، وايضا في عنا الحلقات المرئيه وتنصيبها. هذا الملف موجود، ممكن نوزعه، هذا اللي بعتناه للناس كلياتها. هذا بيشتغل عليه اوفلاين، هو بيتعلم لحاله وكذا والاخيره، بنكتشف بعد سنه هو لحاله الطالب منتهي. لكن اذا استطاع وتمكن لديه انترنت بظرف ما، يستطيع على طول يدخل عن طريق هذه الامور ويشبك معنا على طول مع الموقع ومع الاداره ومع التقنيات ويسجل و والاخره. فهذه من الاشياء ايضا التي انجزت. من الاشياء اللي بس شو اسمه الفلاش، لا في الملف، لا لابد انه في كتاب الذكي اللي هو دوكس، هذا الكتب PDF ننزله ممكن بشكل لاحق، يعني اذا مشان ما ها تمام. لا شيء أصلاً، طن شو بده؟ لا هل ترى؟ أوكي معلش، أنا مضطر ننزله لأنه هو تطبيق صغير بس على السريع بينزل بإذن الله. من الأشياء اللي ممكن نشوفها جميلة، بعض وسائل لوقت ما إذا كان هذا محرك الأقراص، ممكن نشوف التجارب اللي صارت. ايه اسف سامحونا لانه هاي المفروض نزلها ولا قبل. طيب بس اشوف بس الفلاشي DVD. تمام. من الاشياء التطبيقات مثلا داخل السوري، خلينا نشوف كيف بعض الان النقاط التعليميه اللي عم نشتغلها على الواقع في الداخل السوري.
هيمن على قلاب احدى الوسائل، يعني من عشرات الوسائل. لاحظوا الطلاب يتجاوبوا معه، يعني مراعاة نحن اصلا. تمام. طيب ممكن نشوف النماذج من الكتاب الذكي، نموذج الأسئلة، نموذج الكتاب الذكي. شوفوا خمس دقائق. تمام ان شاء الله. هذا طبعا فشلنا معناته هون او ما حيشتغل. الكتاب الذكي ميزته الاساسيه اللي نحن ممكن نشوفها، كل فقره بفقره الكتاب بيضغط الطالب كاني جبت له استاذ خصوصي لعنده، بيضغط زر بيشرح له هذه الفقره، في صوره بيضغط زر بتشرح له الفيديو بالكامل. الافضل طبعا كنا نشوفه سوا، بس يعني التطبيق حيتاخر معنا. طبعا ايضا نفذنا نماذج من الاسئله التقييميه لكل المواد، صارت موجوده المنافذ. ممكن من الاشياء اللي نشوفها كمان بشكل سريع اللي هو الموقع الرقمي، اذا في نت هون. نحن نتحدث الآن عن حل المدرسة الرقمية، يمكن أن تؤمن حلول لكل طلاب سوريا أوفلاين أونلاين بشكل مفتوح تماما، من يريد أن يستفيد منها أهلا وسهلا به. إما عن طريق الأونلاين، إما عن طريق الأوفلاين. نحن أعددنا مائدة مفتوحة للتعليم، يمكن لمن يريد أن يأخذ ويستفيد ويركب قطع البازل الخاصة فيه في مشروعه الخاص أهلا وسهلا به بالتنسيق معنا أو بتزويده بالمادة، وممكن يألف. يعني في الأخوة في إحدى المنظمات عندهم مشروعهم التعليمي الخاص الإلكتروني، ولكن إجوا أخذوا مننا بعض الأشياء اللي بتخص المادة التعليمية، اللي بتخص كأني النت هون ضعيفة، اللي بتخص المادة التعليمية، اللي بتخص الحلقات، اللي بتخص هذا، وحطوه ضمن منظومتهم التعليمية اللي هنن، لأنه قطعنا البازل مثل مكوك، مثل مركبة الفضاء العالمية، محطة الفضاء العالمية، مما كان بيقدر يركب عليها. أصلا راعينا هذه القصة لأنه بنعرف الوضع السوري كيف ماضي. وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن مشروع في داخل سوريا يصلح، في دول الجوار يصلح، للوطن العربي أيضا يصلح. التحدي الصغير للوطن العربي انه نحن مناهجنا هي المناهج، اعتمدنا المنهاج السوري المنقح، ولكن من الناحيه العمليه اللي شفناه على الارض انه الان الناس عم تستفيد منه، لانه كماده تعليميه كتير مناسبه لفيزياء نفس الفيزياء، رياضيات نفس الرياضيات، الكيمياء نفس الكيمياء، وبالتالي ممكن يكون في عندهم استخدام إلها. طبعا هي المدرسة الرقمية موجودة هون، ممكن حدا يدخل فيها، أي طالب يدخل. ميزة المدرسة الموقع الإلكتروني اللي تحدث عنه دكتور هاني أيضا، إنه ممكن الكل يشارك فيه. يعني هون المادة التعليمية نحن حاطين فيديو، حاطين كل الوسائل هذا الدرس اللي هو الحركة، وقايلين
أي إنسان يجد في نفسه إمكانية أن يضيف فليضيف. فأنا بروح بيضيف قيمة معينة، مثلا أنا بسجل درس ممكن أضيفه، بعد فترة صار عندنا مكتبة كاملة من الـ من الـ من المحتوى العلمي. طبعا هون فيه يختار، الانترنت ضعيف شوي، فيه يختار الصف اللي بده اياه وبدخل على طول، حيلاقي الفهرس، حيلاقي الحلقات، وحيلاقي ممكن نحن حلمنا انه بعد فترة يصير عنا كنز، يعني كنز من المعلومات موجودة ومصنفة ضمن المعلومات اللي بدنا اياه. طبعا هون بيختار الطالب اي مادة بده اياه، بيختارها مباشرة، بيدخل على المادة، حيلاحظ ايش؟ حيلاحظ انه ممكن المحتويات، حيلاحظ عنده الفهرس تبع الكتاب كله نفسه، اي مثلا اي مادة، اي حلقة دخلها او اي شيء. هون القوة في عنده هذا الدرس، ممكن يعلق عليه، وممكن هون باليسار في عندنا مقاطع فيديو، في مقاطع يوتيوب، في ملفات بي دي اف، في روابط، هذه يمكن ان يساهم فيها اي انسان موجود، بتمر على الفلتر عنا وممكن نفعل له اياها. وبالتالي صار في عندنا عالم افتراضي من التعليم حول هذا الموضوع، حول موضوع اسمه الحقل المغناطيسي، صار شيء الكل شارك فيه، هذا مفتوح للكل. وفي عندنا حالة خاصة ان اسجل، هذا تعلم، يعني نحن تاركين للطالب انه يدخل يتعلم لوحده، لكن اذا اراد في سياق مدرسة افتراضية يجب ان يسجل في داخل المدرسة، وبالتالي في عنا نحن مدرسين مسجلين وفي ادارات مسجلين، فمسوي عملية التشبيك بيناتهم ونحن ما لنا علاقة، يعني طلاب مع مدرسين سوينا تشبيك، مجموعة من المدرسين ارادوا عمل خير ويفتحوا مدرسة افتراضية بيسجلوا هون وبيسموا مدرسة وبيفتحوا مدرسة عندنا ويطلبوا من الطلاب يسجلوا، وصاروا مجتمع منصة تعليمية مفتوحة تستخدم كافة التقنيات المدرسة الرقمية. أنا آسف الموضوع بحث يعني كبير لم أوفي حقه بصراحة، وبعتذر عن التقصير، بس إن شاء الله منزودكم بالروابط كلها بإذن الله تعالى. شكرا لكم. شكرا للحماس الرائع للتعليم، يعني تحديات التعليم أثناء الحروب بالفعل، يعني الأفكار مبدعة، ومثل ما بقولوا أحيانا الألم والشدة هي اللي بتخلق الأفكار. شكرا لك مساهمتك، نفتح النقاش. تفضلي. بالنسبه حكيت هون كان في الفصول الذكيه، انت شو قصد فيها الفصول الذكيه؟ الفصول الذكيه هي احد مشاريع المدرسه الرقميه التي لم ينجز. أيوة، فصل مركزي يقام في مدينه معينه، فترض في اسطنبول، سوينا هو صف الخامس مركزي، وهو عباره عن جاهز اونلاين يربط مع 20 او 30 او 100 فصل في الداخل السوري، يربطوا مباشرة وفق يعني السيستم عندنا جاهز، يربطوا بشكل كامل. طالع انت الصورة. يربطوا بشكل كامل مع بعض ونقدم عن طريق الانترنت احدى الوسائل. ايوه يعني لسه ما صار، لانه انا في من لا هذا موجود تقنيا نحن جاهز. ايوه لكن يحتاج تشغيل. ماذا نقصد يحتاج تشغيل؟ يعني لما نحن نشتغل هيك لازم نزود الفصل جوا بالكاميرا وخط الانترنت، ولازم نزود هون المركز اللي يكون عندنا الفصل، لانه انا شغاله على فصول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه بس شوي ممكن، بس معلش حنوقف لانه الدكتور عنده اجتماع بعدين ونناقش بعد. طيب تمام. الله يعطيك العافيه. راح ناجل بس النقاش مع دكتورنا الغالي. بس لحظه خليهم يقدموا. اوكي بس اذنك مستعجل. هو سوري خلي بالك. خذي شايف كم متحمس. يلا انت مصر تحملني هاي كل شوي. امال ايه. اوكي بس اوكي اوكي طيب. اهلا وسهلا فيك، مرحب فيك معنا، سامعنا كويس؟ اهلا وسهلا فيك. الان مع المدارس البعديه معانا الأستاذ محمد تاج الدين من مواليد 1960، عمل أستاذ محاضر في عدة جامعات في مصر، وأيضا هو مؤسس لعدة شركات. أهلا وسهلا فيك، بتقدر تباشر مباشرة. أهلا وسهلا، السلام عليكم جميعا. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن سامعينك، بتقدر تباشر مباشرة. طيب السلام عليكم جميعا، أهلا بالحضور جميعا. أني الزلمة وكاد أنا مشقة بأكيد مشكلاتي، أنا لا تلتقي من فترة مشتغلة ونوعية
فشعرني أنا بينكم اليوم. دي حاجة بسيطة يعني قد تكون جزء من فقره الأخ محمد. إحنا عندنا مبادرة لإدخال الـ 3D design و 3D printing اللي هو الهوم of the technology القادمة. ونفسنا أنها تبصر للناس جميعا نفس الوقت. ما تكونش حكر على من يكونها من اخترق الأطشقة ومن يعني تسابقوا في أنهم يصنعوا هذه الموجة القادمة من التصنيع. إذا حكيتكم فكرة عن 3D printing طباعة مثيرة عاد. Do you have any problem in English ولا لابد أن أكون باللغة العربية؟ عربي. أشرح بالطبيعة وأضع السلايد باللغة الإنجليزية فسامحونا. طبعا سأعرض عليكم الفيديو. هذا الفيديو هتشوفوا عامل شير سكرين. نعم. وهذا الفيديو هو باللغة الإنجليزية لكن لعله أنا بس عاوز أعرف هل تقوم بالشاشة عندي؟ نعم. طيب سأعد الفيديو. شايفين. هل ترون الشاشة؟ نعم أخي. طيب سأتركها ثم أتكلم حولها. إذا كنت تسمعون الصوت. لا نسمع الصوت. ما في صوت. لا يوجد صوت. لا نسمع الصوت أخي. طيب سأتكلم إن شاء الله. سأبدأ باللغة العربية حقول أتكلم. تكتب له صوت ضعيف. صوت من عندنا مش كمان ولا من عندنا. الصوت كان ضعيف اخي. يا ريت ترجع تعيد اخر شيء قلته من بدايه. من بدايه الفيلم. نعم تفضل اخي تفضل. ان السوفت وير الموجود لخدمه التصميم لم يراعي ولذلك عندما سمعنا هذه اللغة اللي هي AB3D الفبت للتصميم. تبدأ من 2D. كل الناس يستطيعون أن يحسمون 2D لكن مش كل الناس يستطيعون أن يتصورون 3D. وجعلنا هذه اللغة available لكل الناس على كل الأجهزة، على التليفون وعلى الآيباد وعلى الويندوز وعلى يصير في ضعف هذا. هو ما تحطك الفايل هو يتكلم بس. صوت. تعمل أكاديمية أم. يا ريت دكتور عفوا لما حضرتك عم بتشغل الفيديو عم يصير الصوت كتير ضعيف متقطع. فيا ريت تتكلم حضرتك أسهل. أعمل. يعني يلا الفيلم. يعني خلينا بدون الفيلم لأنه لما عم تعرض الفيلم ما عم يطلع صوتك. طيب. هو الفيلم أهم مني الحقيقة لكن يعني صور بس تمام. فإحنا إحنا عملنا بلند كده صوت كويس كويس تمام. طيب. تمام
عملنا بلاند لاربعه بيداجوجيز، طرق تعليم الستام زي ما تعرفونها، وال21st century والchild center والproject based، ودمجناهم في طريق اسف بطريقه كلها لعب وكلها اكتيفيتيز وانشطه، بحيث ان الطفل يتعلم الماث والساينس والتكنولوجي اثناء ما بيصمم العابه. وفي الاخر عملنا منهج للطالب يرتقي به من الديزاين الى التصنيع الى الروبوتكس الى حواليك بس بسرعه برضو السوفت وير، لانه الفكره بتاعته البسيطه جدا 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 خلت الاطفال. سامعيني ولا لا؟ سامعين. نعم نعم. طيب خلت الاطفال من 6 إلى 5 سنوات يستطيعوا ان هم يتعاملوا مع السوفت وير ويعملوا اشياء وهدايا ويطبعوها ويسلموها لاهاليهم واحبابهم، يعملوا سياره. السوفت وير عباره عن مكعب، تمام؟ فكناه الى اوجهه الاربعه، يعني هذا الثلاثه، هذا الفرونت ما يواجهك، وهذا التوب، وهذه رؤيه الجهاز السايد الجانب. ففكناه هنا، وبقى من السهوله ان واحد يرسم الفيس ويرسم الجانب ويرسم التوب ويعمل مكعب، وده سهل جدا. لكن اذا راح وغير المكعب او المربع في المواجهه وخلاه مثلث، سيتحول الى بريزم، الى منشور كما ترون. فيتعلم الطفل هذه المفرده، وبعدين اذا مسح الجانب، مسح الجانب وعمل مثلث اخر مثلا، هذه كلها امثله، سيتحول الى هرم. طب اذا مسح التوب وخلاه دائره، طبعا تتوقعون هيكون مخروط. واحد يستطيع المتدرب، سواء كان طفلا او بالغا، رجلا او امراه، عنده فكره عن ديزاين من قبل او ما عندوش، حتى يستطيع انه هذا طفل مثلا، هذا طفل بعد 5 حصص استطاع ان بهذه البساطه انه يصمم سياره كامله، تمام؟ فهذه السياره الكامله عملها طفل عنده 9 سنوات. هذه السياره الكامله عملها طفل عنده 6 سنوات وطبعها واستلمها. عاوزين نقولوا انه هذه السياره معموله بمجموعه من الطبقات البسيطه جدا، برضو نفس الفكره، التوب والفرونت. هنا مثلا لو خبينا البودي نجد ان الطفل عمل الشاسين، تمام؟ ولو خبينا مثلا العجل التايرز هنلاقي انه عمل كمان الاكس، تمام؟ وهكذا. فهذه السياره تمشي، فيستطيع ان هو بعد كده يعمل بيها الاشكال المختلفه اللي ممكن تتحرك. انا استطيع ان احنا نخليه يتعلم الكودينج والبروجرامينج على اشياء هو اللي صنعها. ممكن يتفرع الطفل بعد كده الى 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 المباني، لانه اذا راينا هذا الفيديو برضه انا ساوقفه، لكن عشان نشوف قدره السوفت وير على انه يعمل مبنى في ثواني، ومباني صعبة ليست سهلة. يعني مثلا هذه المباني كلها اتعملت كل واحد منها في دقيقة، يعني 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 هذه صورة المباني كلها، ثانية واحدة، نعم، هذه المباني كلها صنعت بهذه الطريقة السهلة جدا. يعني خلينا مثلا نشوف هذا مبنى، هذا الطب، وبعدين حينما عمل يعني عمل مبنى كامل، استطيع ان هو يغير الطقم، وبهذه الطريقه
نستطيع أن ندخل إلى عوالم التعليم كلها، ليس فقط البرينتينج والميكانيكس، لا ده ممكن الانتيريور ديزاين، وممكن أشياء كثيرة أخرى. نستطيع أن احنا نطور بها عقل الطفل أو حتى المراهق أو حتى البالغ. بين أيديكم هي المحاضرة، هل تسمعوني؟ هل تسمعوني؟ أم أنا أنفصل؟ نعم نسمعك أخي. بين أيديكم هذه المحاضرة، تستطيعون أن ترجعوها. هي كلمة على الإمباكت، كيف نغير بهذه الطريقة في التعليم في على مستوى الطفل، على مستوى الدرس نفسه، مستوى المدرسة، مستوى التعليم، وكيف قد يؤثر هذا على أيضا أصحاب دقة معينة على الـ special needs. هذا المؤتمر الثمن من الذهب هو برامج تبع الحروف. احنا نقدر نروح للاندر بريفليج ايتس، الاندر بريفليج سكولز والاندر بريفليج كيدز، نعوضهم بفاست تراك انهم يديفلوب، يقدروا برودكتيف، يكون برودكتيف. مش هخش الفكره بينك تفكرون ايه؟ مبتعثر نراه أكيدا الآن. نحن جربنا هذا الكلام عن 1500 طفل في الحمس، وعندنا دراسة سايكولوجية، عندنا طلاب مشكلة علم السايكولوجي أوف إدوكيشن بيدرسوا زي الاسبيشال انتليجنس وزي طريقة تقديم ديزاين 3D ممكن تؤثر على الأطفال وعلى التعليم كله بطريقة سهلة. أولا موديل، كم الموديل في نسبة توصل للأماكن المحرومة اللي أحنا نلاقيها، وهذا كنا يعني كان نقاش وشفنا كم في اشتغال عشان السكايب أكيد متفقين حتى لو في نقاش أو رعاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعل ما كتير كان الفيديو المادة موجودة، يعني موجودة المادة، بس لو تقدر تبعث لنا اياها موجودة نتشارك. تمام خلاص نتشارك، ممكن يكون توضح الفكرة أكثر. شكرا لك. في حدا حابب يسأل أو يستفسر عن بعض الأشياء؟ يعني هلا حاليا التطبيق تبعها المدارس ولا طلاب منفردين ولا بيسجل الواحد بموقع ولا مجموعة؟ بس عيد السؤال بس بالمايك إذا تكرمتي. حاليا التطبيقات هل هي في مدارس أم يعني أطفال منفردين أم في موقع تسجيل بموقع معين؟ يعني كيفية التعليم كيف عم بتتم يعني؟ جزاكم الله خير. طيب الإجابة إحنا صار لنا سنتين الآن نطبق في مدارس. المدارس ندخل المدرسة إما ندرس نحن الأطفال الأولاد من سن 6 سنوات إلى سن 15 سنة، طبعا عندنا موديولز الأعمار، ندرب مدرسين المدارس نفسهم هم اللي يقوموا بالتدريس. الآن بنعرض، إحنا الآن في 7 دول، بدين طبعاً في جد في سويسرا عندنا في مدرسة نطبق، بنعمل أحياناً معسكرات مخيمات فيها رياضة فيها لكن فيها جزء هذه صعبة. أنا من التعاقد مع شركة برينترز نتيجة تقديم للطابقات بالطبقات بتاعتنا بنعمل بروجكت كبير، من يريد ان يشتري الطبيعه او يريد ان يتعلم بنعمل بروجكت له. فالامر مفتوح، احنا عندنا اكثر من 1500 متدرب في خلال سنتين، والفيدباك يعني ايجابي جدا.
عندنا مدارس حتى بابليك افتحناها وعملنا يعني ان شاء الله ممكن الان سنة تقريبا او سنة عم نعطي الموضوع ده على اكاديمي يعني اونلاين والاستاذ محمد انا متاخر شويه في الاتصال بي يعني اريد ان ادخل هذا الموضوع خلال برنامج شغل جنبي انه بيدخل ضمن الخدمات اشكو بينما مستعدين ان البروجكت يعني والله يا محمد هتتابع السؤال؟ نعم نعم السلام عليكم دكتور محمد اسال الله اوقاتك محمود سكاني كيف اخباركم؟ انا اهلا الله يحفظك يا رب نحن بانتظار يعني ان شاء الله تعالى مثل ما تم السبق انه نسقنا يكون احد يعني وسائل في المدرسه الرقميه ان شاء الله والميزه الاضافيه الان انه صار فينا مو شرط يكون المخرج 3 دي يعني مو شرط انه يكون عنده طابعه 3 دي ممكن يكون عنده مخرج جميل بشكل رسمه حلوه او جميله نمت لديه طريقه الرسم والافكار الهندسيه في عقل الطفل عن طريق البرامج تبعتكم يعني فهي اضافه من سابقا اذا بتتذكر كان دائما كنا بنحكي عن مخرج لازم بالاخير ينطبع عبر طابعه 3 دي الان لا ممكن هو الولد او الطفل يتعلم وفق سياق معين مناسب لعمره على الحس الهندسي على طريقه التفكير ليكون عنده مخرج بالاخير على شكل رسمي فهمي صحيح مهم دكتور محمد الله يجزيك يا احنا شفنا شيء بنصنع ضغطنا على الفقر يا نية الشيء الثانية انه صاحب الرسمة يشيرت على فيلم على تواصل او على صفحته على صفحتنا يشيرها 3D ليس انه الذي يراها يقدر يقلدها ويرقاها كأنها في يده ونحن ان شاء الله سيكون هذا سيكون هذا اضافة المدرسة التقنية ايضا نحن يكون في مكتبة للتصميمات بحيث انه المصمم المبدع يستطيع كبير تصميم او يعرضه او يكون من نوع من انواع التواصل عبر الافكار طيب صحيح نعم ان شاء الله سنتحدث في اول فترة في اسطنبول ان شاء الله ستتصل بك وتلتقي ان شاء الله باذن الله شكرا لك استاذ محمد تاج الدين شكرا لمشاركتك حقيقه في اتوقع حدا عنده اسئله للدكتور محمد تفضل استاذ محمد اهلا وسهلا فيك او المهندس ايوه تفضلي نحكي عن الاصول الدراسيه يعني مثلا طيب الدكتور هذا شيء اللي هو مثلا انتم بس ما عندكم مدرسه دكتور يعني السلام عليكم جزاكم الله خير شكر الله لكم اخي جزاكم الله خير طيب يعني مدرسه ما فيها تسجيل طلاب وتعطوا شهادات فيها اذا احببتي انه تكون هيك حتكون هيك هي موجوده طيب اذا هي هلا حاليا موجوده كيف يتم تدريس طالب كيف يتم في نظام تعليمي موجود نظام تعليمي كله نظام تعليمي لهذا اللي سميناه نحن المنصه وتحتاج الى تشغيل نحن تقنيا موجوده أيوة. كلها ولكن بحاجه بالاخير في عندك استاذ حيكون اونلاين وليس استاذ واحد غرفه التعليم الاونلاين اللغه العربيه نحن عم نحكي عن مليون مليونين طالب وليس 100 200 نحن بنفس الوقت جزيك خير نحن بنفس الوقت اللي عم نحكي فيه عن عمق الأثر عم نحكي عن ساعة الأثر كده كتير عم نركز عليه ولذلك نحن في التعليم هذا في هذا النمط من التعليم نحن قلنا شغلتين إما قضية أنه أنا في المدرسة الرقمية هذه أنا أديرها بمعنى المدرسة الرقمية تديرها موجود بيدخل الطالب بيسجل في المدرسة الرقمية نحن المدرس بيجاوبه بيتابعه بيشرح له بياخذ وبيتبادل معه المعلومات ولا اخره وفي النهايه نمنحه شهاده المفروض الان حتى الان الجهه الاساسيه اللي نسقنا مع هي الحكومه المؤقته اللي صار في امكانه الان يقدم امتحان في الداخل ويحصل على شهاده الحكومه المؤقته وفيما بعد ما ترك هذا نمط لكن النمط الثاني نحن قلنا لنفسنا انه قد لا يكون ما عندنا طاقه بالاخير او ما يجينا تمويل او ما نستطيع نسيطر على 5 ملايين طالب أو 50 مليون طالب ممكن يدخلوا معنا من كل أنحاء العالم فنحن نظامنا مهيئ لهذا الموضوع إيش قلنا؟ قلنا نحن نتيح فرصة
نتيح فرصة حضرتك الآن أردت أن يكون لديك مدرسة رقمية لحضرتك، فبتدخلي لعندنا وبتنشئي مدرسة عندنا، بس بتسوي حساب وتضيفي مدرسينك أنت وتفتحي إمكانية تسجيل الطلاب بيدخلوا لعندك، كله على منصة المدرسة الرقمية وبإدارتك وإشرافك المباشر. نحن ما لنا علاقة، نحن عبارة عن مشرفين بشكل آلي. هذه المدارس الآن فتحناها لكل المنظمات في الداخل، الآن عم نقول لأي منظمة بدها تسوي تعليم إلكتروني تتفضل لعنا مجانا، ما في عندها شيء، بس عبارة عن تفتح حساب عنا وحتدخل تسوي نظامة وتستفيد من كل هالمكونات التقنية والفنية اللي يستحيل انه تنجزها بسنة او سنتين او ثلاثة، لانه شغل سنوات من الجهد والتعب. طيب هل في تدريبات للمدرسين؟ يلي طبيعي. اي نوع من انواع الدروس يعني هي مقبولة يعني؟ كلها موجودة، بس الحس تبعنا، نحن مو عم نحكي عن ساعة الاثر، هذا سؤال كتير هام. في الحقيقة نحن مو عم نحكي عن ساعة الاثر، فنحن ما يمكن انه نفكر انه نحن حندرب 40 ولا 50 طالب ولا مدرس عفوا ولا 100 مدرس، ما عندنا هذا الاحساس. عندنا اساس انه يجب ان تكون لدينا مواد اساسيه يدخل الاستاذ مثله مثل الطالب يتعلم كيف له ان يدرس في المدرسه الرقميه، فتم اعداد نظام تعليمي كامل ايضا الكتروني لتعليم الاستاذ شلون يستخدم هذه، لانه نحن ممكن يدخلوا مدرسه من النرويج، نحن ما يعني وين نبعث لهم ونراسل وكذا، فبيدخل في عنده نظام باكج كامل تعليمي بيتعلم كيف يستخدم المدرسه الرقميه ويقود المدرسه الرقميه وبيشتغل نظامي. طب بس سؤال اخير، هو بس الميزانيه ما عرفناش يعني ما حكيتش عنها. طيب تمام. هلا وفق الخط النمطي العادي، نحن عم نحكي عن أحد المنتجات 2700 حلقة تعليمية مثل اللي حضرتك شفتيها. الآن 2700 حلقة تعليمية بكلفة الواحدة، الحلقة الواحدة الآن إنتاجيا فنيا حوالي نصف ساعة جرافيك وميديا وكذا إلى آخره، تستغرق مثل ما قلت لك أنفقت المملكة العربية السعودية على هذا المشروع، مو المملكة، القناة الفضائية، 4 مليون ريال لإنتاج 22 حلقة، لانه انت ما بتنجزي دراما ولا بتنجزي شيء عادي تعليمي في لجان ولا اخره، هذه الكلفه الاساسيه. نحن بالنسبه لنا كلفت برنج المليون دولار لل2700 حلقه، رقم يعني كتير خفيف، مو ال2700 المدرسه ككل نصيبها هي. السبب الاساسي اللي هو ذكرته انه استخدمنا تقنيه خط الانتاج الفكري، هذا اذا انا بدي انتج الحلقه حترجع معك الحبسه ب200 ليره، بس نحن النمط اللي اشتغلناه في التصنيع اللي هو حس هندسي، جمعنا الهندسة الميكانيك مع فهمنا بالميديا مع أشياء كثيرة، تمام، وجهد المتطوعين، عمل في المشروع حوالي 1000 شخص كلهم معظمهم عن بعد، والمقيمين كانوا في مقر المشروع، كنا نغلق الأبواب مساحة هيك مغلقة، والشخص يعني إذا كل واحد يحكي مع الثاني مساحة كلها 900 متر، كان في عنا 65 واحد عم يشتغلوا على الجرافيك، هدول ال 65 كلهم تدريبنا، يعني استغلنا تقنيات كتير عالية، هذا الأشخاص اللي اجوا ما جبناهم جاهزين، راتب اللي بيشتغل على الجرافيك حوالي 2000 دولار المحترف، نحن جبناه من الناس اللي طلعوا من الثورة، دربناه سوينا له معهد على طول، علمناه على المصلحة ورتبنا واستخدمنا نظام إداري وطلع، ولذلك هلا كل القنوات اللي بتعرفيها في تركيا اسأليهم بقول لك أنا اشتغلت في المدرسة الرقمية. خرجنا حوالي 65 شخص بيشتغلوا جرافيك كان ما عنده الفكرة عن الجرافيك أبدا، التحريك والثريدي ولا، هي أحد المنجزات الجانبية يعني. هل نحن نحكي عن المشاريع اليوم اللي ما بعد الحرب، يعني هي شوف المدرسة الرقمية مرتبطة مثلا بالحرب، هل هو يستخدم وقت السلم وقت الحرب مرحلة التعافي يعني، بس نعرف الموضوع هذا. والنقطة الثانية التحديات عطول تشغيل المنصة، هو امر كبير يعني، كم هو مكلف، هل يحتاج الى دول لدعمه ام الى منظمات؟ في القضية الأولى، في الأساس التعليم الإلكتروني كل مثل ما بنعرف المصطلح المعروف عنا، ولذلك كان كتير نواجه نحن في سوريا، نجي يحكي حدا بالتعليم الإلكتروني يقول له وين رأي أنت، الناس عبتموت عبتدى. التعليم الإلكتروني مفهومه تعليم رفاهية، يعني الدولة المترفهة مثل ما عم نحكي اليابان الآن خطتها بعد 4 سنوات حتلاقوا شيء مشابه للمدرسة الرقمية، وهذا بعد مراسلات معهم لأنه شرحوا لنا مشروعهم، لانه كان لابد انه نفند لهم مشروع حتى نقول انه نحن الاسبق في اختراع هكذا شيء في سوريا، فهن مقدمين على هذا العمل، اذا هو بعد الاستقرار هذا قطعا هداك محله الاساسي،
ولكن بمفهوم المدرسة الرقمية ونتيجة أنه ما طلعت من رفاهية نزلت ولا هي حلول جاهزة، ما جبنا منصات وشفنا التجارب كلها، وإنما خرجت من الحاجة، من تحت طلعت. هذا اللي بيأهلها أنه تكون صالحة للطرفين، هي الموقع الأساسي بعد الاستقرار إن شاء الله تعالى، ولكن قبل الاستقرار في هذا الوضع هي فعالة جداً، وهي من أفضل الحلول التقنية اللي ممكن نحن نشتغل عليها. التحديات نحن الآن عم نحكي المدرسة الرقمية حتى نحن نقول إنه خلص اكتمل المحتوى، نحن عنا شغلتين، المحتوى وطريقة الوصول. ليكتمل المحتوى عنا شغلتين أساسيات نعتقد إنه لازم نعمله. نحن لو شفنا نموذج إذا صلنا ولو هيك بعد ما بجهزه ولو لدقيقة، لأنه كتير مهم تشوفوا هذا النموذج اللي أنا رحت للحكومة التركية هنا ورحت على المعهد مركز التعليم الإلكتروني، عندهم مبنى ضخم ينزلوا التعليم الإلكتروني في تركيا كلها، واطلعوا انذهلوا قالوا شو هذا، هذا نفذ بتركيا، انه هذا نفذ تركيا عن طريق سوريين موجودين الان، وان شاء الله بفكروا يعني في على اساس تعاون ان شاء الله بيناتنا. الشاهد في الامر المحتوى ناقصنا شغلتين، ناقصنا نستكمل الابتدائي من الصف الاول الى الرابع، هذا لابد لانه في الحاجه في سوريا كثير ما يسألوا. الشغلة الثانية الأساسية كمان في نموذج عنا يا سميناه الكتاب الذكي اللي ممكن نشوف نموذجه، هذا اختراع طبعا، كمان اختراع، هو اختراع من ضمن منجزات المدرسة الرقمية اللي بينقل نقلة نوعية لطريقة العمل وكتير بيناسب طلابنا السوريين. هذا المحتوى. ولدينا الوسائل، هلا الوسائل كتيرة، في وسائل الآن بدأنا فيها اللي هي رخيصة. كيف الوسائل الرخيصة؟ عندنا منظمة، عندها مدارسة، عندها كذا، حطت بروجيكتور هي وحطت لابتوب هي وعطيناها المواد وصارت تتبث، هي وسيلة كتير رخيصة وبتمر بوسائل كثيرة. من ضمن هذه الوسائل اللي عم نحكي عنها، عم نحكي عن وسيلة المنصة التعليمية، المنصة التعليمية الكترونية تقنيا اللي شفناها الموقع الآن، هذا مفتوح للتعلم، يعني أي طالب بدخل بتعلم. ولكن إذا بدنا نفتحه للتعليم بمعنى انه نحن نمسك الطالب وصل له اي دي ويدخل ويلاقي الاستاذ ويجاوبه والنموذج التعليمي الكامل، هذا يحتاج الى تشغيل. يعني عم نحكي عن كوادر 30 موظف 40 موظف 50 موظف، بده تشغيل دوري. وفي دراسه المشاريع، عندنا 5 مشاريع الان بناء على توصيات دكتور هاني الله يحفظه، انه ما تكون الباكج كلياته، فرحنا قسمنا المشاريع. فالان حاليا عندنا اهم 5 مشاريع موجوده، وفي عنا مشاريع كثيرة يعني حطيناها المرتبة الثانية، ولكن أهم 5 مشاريع من ضمنهم، من أهم مشروع هو مشروع تشغيل المنصة التعليمية. موجودة دروس بحدود 700,000 دولار. نعم نعم، نحن انا رحت قابلناهم ودخلنا، والاهم شيء انه هن بدهم يتوثقوا. يعني هو الاستاذ حتى هيك رجع، هيك رجع قال يعني وين انتوا، امتى هذا انجز على في تركيا، يعني كثير كان شيء مذهل له. الان نحن عم نحاول معهم حتى في درع الفرات باذن الله تعالى يكون معمم في المدرسه، يعني مشروع جاهز لا يحتاج الى تصنيع، يعني عباره عن فقط يوضع يعني كله غطاء قانوني في درع الفرات يعمم كل المدارس وتصل الفائده. نحن اهم شيء لمسناه، هذا شيء الفت اليه، يعني مثلا اضرب مثال على ذلك، مدرسه عدد المنتسبين لها موجوده في دركوش مدرستين، هذول اعتمدناهم، كان نسبه المنتسبين لها بين 20 و30 انضباط، بين 20 و30% من الطلاب، الباقي كله متسرب. ليش؟ كل المدرسين متطوعين، ما في عليهم دعم ولا شيء، والمدرسة سايبة. فروحنا نحن سوينا التجربة عندهم، سوينا الفصول هاي بإمكانيات المدرسة الرقمية نفسها، سوينا الفصول هاي وحطينا لهم البروجكتورات والكذا. الآن التقرير يعني موجود، هي تقارير بس ما يسعنا الوقت لدى التقارير، ماذا تقول؟ نسبة الآن الدوام 90%. الفيدباك اللي صار رائع جدا، المدرسين اللي كان اصلا متسيب وكان عم يعاني صار يجي ينضبط. ليش؟ لانه صار شالت عنه الموضوع، عم شغل فيديو صار مهمته ميسر. الانضباط في داخل الصف، الناس هذا التشويق، الناس صارت تدعو بعضها تعالوا تفرجوا شغله جديده وهكذا. يعني عندي سؤال، هلا في تمام وكيف ممكن نوصل للمدرسه هون بوزاره التعليم نوصلهم مع بعض الايش
تركيا ولا سوريا؟ السورية انتهينا وسبكنا الآن، ما عندنا مشكلة مع كل في الداخل السوري، معنا إشكالية التشبيك القانوني كله موجود، ما عدا في درع الفرات الآن عم نشبك مع الحكومة. هذا في الشق الأول. في الشق الأول بالنسبة للامتحانات، نحن بالحقيقة لما انطلقنا في كان عندنا ثلاث نماذج امتحانات مقترحة. النموذج الأول هو الإلكتروني بالكامل، يعني بمعنى يدخل الواحد على برامج فحص الوجوه، بتعرفوا أنظمة الامتحانات، بيدخل بيمتحن مباشرة عن طريق إيش؟ الموقع الإلكتروني. هذا النموذج الأول، وهذا لم نستخدمه لأنه للأساس هلا ما شغلنا أصلا المنصة ولا، بس تقنيا جاهز عنا. المحتوى الثاني اللي هو على الأرض، بمعنى انه المدارس المسجله معنا ومسجله عنا الداتا، نرسلها ملف بي دي اف عليه نموذج من الاسئله لكل طالب، نموذج مختلف عن الثاني، اوتوماتيك بيطلع، بس هو بيطبع الصبح بي دي اف وبيوزع على طلابه، بيلمهم وبيسوي لهم سكانر وبيبعث لنا اياهم او بيبعثهم حاضر. هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث اللي هو المزيج، اللي هو مسيطر عليه من هون وبيروح بينتسب بنقاط منحدد له اياها مسبقا، سواء في الداخل او في المستقبل في دول الجوار، منحدد له انت درست معنا وانت وطول السنه عم نبعث له الامتحانات وفق الالكتروني، متابعه الكترونيه، ولكن الامتحان النهائي يتم في مراكز الامتحانات. الان مع الحكومه المؤقته قلنا لهم مثلا نحن في منطقه فرضا دركوش، منطقه دركوش في عندنا مدرستين نظاميات فيهم 500 طالب، في 700 طالب منقطعين عن التعليم مهن موجودين، هذول ال 700 حيروحوا يدرسوا في بيوتهم، بيدرسوا عن طريق النت بالطريقة اللي بدهم إياها، بيختاروها من وسائل المدرسة الرقمية، ولكن مسجلة بسجلاتنا وسجلات الحكومة المؤقتة مثلا، ثم يأتون بالأخير بيمتحن السبعمية مع الخمسمية طالب ويمنحوا شهادات نظامية كأنهم در... يعني ده تعليم منزلي. يعني نحن ما نقول مشبهة، نقول حتى إن شاء الله يعني قطعا بالنسبة لسوري أفضل قطعا، لأنه استعنا بأشياء كتير مشان تناسب طالبنا السوري كتير، يعني وصفات، يعني طريقة التصميم، طريقة الدخول، سهولة التعامل، سهولة الخدمة كذا، فهي قطعا لسوريين مناسبة أكثر من المنصات التعليمية في هالجزئية هي. بالنسبة للاعتراف كيف بالنسبة للشهادة يعني الطلاب الآن؟ هذا واحد. الشغلة الثانية، في نماذج اللي عم ندرب احنا عليها يعني تنزلها الأمم المتحدة، اللي هي انه بيدخل الطالب وهو مجبور يكمل اشياء معينة ليقدر تقول انه خلص المادة، فهل هذا موجود عندك؟ يعني احنا الآن مثلا بدخل على سفير او اي شيء بيحط لي هو وانا بمشي فيه، واذا ما مشيت ما يعني ما بيعمل لي اكتمال. صحيح. فهل هذا موجود على السفير؟ تمام. بالنسبة للشق الثاني اللي هو ببدأ منه، انه هل هذا موجود؟ نعم موجود بطريقة كتير سهلة وحلوة مناسبة ايضا للطالب السوري، يعني هذا شلون هو لازم بعد ما يشوف الفيديو يعمل لايك والى اخره، وفي عنده قصة. ولكن في الجزء التعليمي مثل ما قلت، وليس لانه دائما بميز ما بين التعلم اللي هو انت بتدخل الموقع الان تستفيد من الفيديوهات وكذا بدون اي مشاركة ولا اي شيء، وبين انه انت منتسب ضمن طالب، اذا انت منتسب ضمن طالب بتفتح لك لوحة تحكم اوبشنات كثيرة. بالنسبة للاعتراف لتاريخ اللحظة هو التحدي الاكبر. لدينا نموذجين الآن اللي عم نشتغل عليهم الأساسيات. النموذج الأول هو التعاون مع منظمات، في منظمة قطر الخيرية الآن حاب يفتحوا مشروع تعليمي، هم حيجيبوا شهادات معتمدة من بريطانيا، هن مدبرين راسهم، ولكن إيش حيا أخذوا من عندنا محتوى المدرسة الرقمية، فحيدرسوا المدرسة الرقمية ويروحوا هاي بجهدهم الخاص هن كمنظمة. الآن بالنسبة إن نحن نسقنا مع الحكومة المؤقتة على الأقل في الحالي الآن، على أساس إنه اللي في الداخل السوري يتم تعليمه ثم الامتحان مع التقليدي، يعني هون مثل ما قلت 500 طالب بيصيروا 700 بيجوا بيقدموا فقط الامتحانات وفق التنسيق معنا. هذا النموذج الأول. الآن عم نحكي في تجربة بعنتاب بدأنا فيها، إنه هل عم نحاول نتواصل مع الإخوة الأتراك، إنه هل بالإمكان نحن طلابنا اللي في سوريا اللي في تركيا الآن إنه يتعلموا أيضا المدرسة الرقمية ونجمعهم في مراكز إما على الأراضي التركية وإما على الحدود السورية، نأخذهم ويمتحنوا وفق للحكومة المؤقتة ونمنحهم شهادة الحكومة المؤقتة. فهذا الآن هلأ جاري. شكرا لك المهندس محمود سكر. الله يبارك. شكرا لهذا العرض الرائع. رح يكون في مثل تلخيص سريع من الدكتور هاني. ليلتك فل النهارده، وفي برضك في عرايس مصريات مش سوريات بس، وفي عرايس تركيات وأذربيجانيات.
بص كده عشان الكاميرا برضك في عريض تفرج عليه. طب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا انا بس في العشر دقايق نهايه لي في لسه وقت، وانا طبعا من الناس اللي بيحبوا يتكلموا وبعشق الكلام. واخد بالك، كلمنا عن اربع محاور في الصباح، اهم محور فيهم بعد الحرب اللي اتكلم عليه اخونا سيدنا ذنون. ذنون ولا ذنون؟ ايوب يا عم. ايوب ذنون ايه؟ يونس. اسمه ايوب ذنون ويونس، نعمل بايه ده؟ هنرميك في البحر ثاني. اللي هو ده اصعب شيء لغايه الان في شمال مصر، ما زال اللي هو الالغام من الحرب العالميه الثانيه. ودي قد يكون في حوالي 1 مليون أو 2 مليون فدان. يعني ايه الفدان؟ يعني تقولوا مثلا نص هكتار، يعني نقول مثلا في على الاقل 1 مليون هكتار مش قادرين نزرعهم في المنطقه دي، طبعا غير السودان غير افغانستان غير كذا غير كذا غير كذا. فالموضوع ده احنا بنقول للمانحين خاصه اللي هم التقليديين اللي بدونا اكل شرب نايم لبس، ان الامر ده مهم جدا في اعاده بناء المجتمع مره اخرى. قد كنت قمت بتجربه بسيطة جدا بتؤكد ان الحل محلي، ان الحل محلي والحل رخيص والاستدامة والابداع محلية في افريقيا في اسيا في المغرب في توجو في كرواتيا في البوسنة الى اخره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التعليم هو المحور. التعليم التقليدي شيء والتعليم الجديد شيء تاني. لابد ان نوافق ما بين التعليم التقليدي والتعليم اللي كان بيتكلم سواء المدرسه الرقميه او التعليم البعد بتاع 3 ديز او ما بعد 3 ديز. ما نتوقفش ابدا، لان الامه التي لا تعلم وتجهل هي امه ستكون مستهلكه ولن تصبح منتجه. وعلى جميع الجمعيات الخيريه ان هم ينشئوا مجتمع منتج، ليس مجتمع استهلاكي، مجتمع مستقل ليس مجتمع معتمد من مجتمع المعتمدين. فلذلك احنا حطينا ورشه كامله او يعني فقره كامله على التعليم، ومش اي تعليم، تعليم جديد، تعليم جديد. كلنا تربينا في الكتاتيب وكلنا تربينا في المدارس. يعني انا كان احد الامثله اللي انا بكررها 50 مرة و1000 مرة ان الفارق من التعليم في غرفه مقفله والفارق في التعليم من 1000 ولا أكثر من 1000 سنة في الازهر. الازهر كان الطالب بيختار المدرس ويختار المادة ويختار الوقت، ده من أكثر من 1000 سنة. إحنا دلوقتي جبنا الطالب قفلنا عليه غرفة وجبنا له مدرس زي حالاتي مقرف قليل الأدب، ما أنا اللي مقرف وإيه وجاهل في نفس الوقت. في مدرسين مش وألزمنا الطالب كمان إنه يتعلم مواد ما بيحبهاش، الحاشي المعلومات، يطلع بقى دولمة يطلع كباب يطلع أي حاجة يطلع زي ما يطلع. فده مهم جدا في التعليم. الامر الثالث اللي هنتكلم عنه اللي هيتكلم عنه اخونا عبد ربي. عبد ربي طبعا ممكن تقف بس عشان الناس تشوفك، هو شاب وسيم وجميل وقبلك ومغربي وتكلم اللغه العربيه التي تجرحني، فكلما تكلم العربيه جرحته انا لان انا اتكلم لغه ثانيه غير العربي. فمن خطر الخيريه وكان مسؤول مشاريع، ودلوقتي هو وظيفتك ايه دلوقتي؟ تخطيط. وقبلك ف علشان يكلمنا على الاقتصاد، عايزين احنا نبني اقتصاد، اقتصاد اقتصاد لمجتمع، واللي هيبنيه الناس اللي ما عندهمش دولار ودولارين وما عندهمش اي دراية عن اي علم ولا اي فكر. مهم جدا 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 جدا. فده الهدف الكبير، ان ازاي ابني اقتصاد لمجتمع لسه ما تكونش. ازاي اعمل حكايه للامباورمنت، امباورمنت للتمكين، ازاي يعني انا كيف امكن ان كنت ما عنديش القدره على الانتاج، انا أضع فيك الثقه على الانتاج. فده المحور اللي هيتكلم فيه اخونا عبد ربي بعد الغداء. والامر الاخير اللي هو مشروع جميل اتكلم عنه عبد الرحمن، الخبرة الإغاثة. أنا شفت بعض المزارع المجتمعية دي في بلوشستان، قطعة أرض صغيرة جدا لأن مفيش مية هناك، وكل امرأة بتخرج عشان تزرع لها منطقة صغيرة عشان يأكلوا، بس يبدأ أنهم يأكلوا منها أو يربي فيها بعض الأغنام إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
فالأمر ده الجبال تبنى من الحصى أو تصنع أو تخلق من الحصى أو الرمل إلى آخره، والصحراء دي والبوادي كلها ما هي إلا ذرات رمال، والحلول المجتمعية المشاكل يعني اسمها إيه، معضلة ولا إيه؟ اللغة العربية بقى، ما أنا قلت لك ها؟ معضلة، اللغة العربية ها؟ بتبدأ بالإيه؟ بالمرأة في البيت والشاب في البيت، وكل أجدادنا وأجداد أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا إيه؟ ما كانوا عمال وكانوا فلاحين وكانوا رعاة بقر ورعاة غنم وكانوا يعني بيعلموا في الخوجة إلى آخره. فإحنا عايزين نبدأ في المرحلة اللي إحنا ما عندناش فيها إمكانيات بالامكانيات الماديه، وخاصه ده اهم حاجه عند كل نازح ولاجئ ساكن في اليمن او في سوريا او في العراق او في اي مكان في العالم. ده لو احنا مكننا ده وخلينا الفرد يثق في نفسه يستطيع ان يحول هذا المجتمع من مجتمع الاستجداء الى مجتمع الانتاج، وده اللي احنا عايزين نوصل له باذن الله سبحانه وتعالى. انا سعيد جدا 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 بايه، بان في 14 جمعيه هنا، مش عايزين 140 جمعيه، هنعمل بيهم ايه؟ بس عايزين نحط رؤيه، الرؤيه زي اسمه كفت اللغه العربيه بقى. عندك حد يتكلم عربي كده ولا ما تقعد 50 سنه؟ ده تعالي اللي هو ايه، عبد الفتاح القصري، الرؤيه. خلاص يلا تفضل يا الرؤية. ما شاء الله دائما بيمتعنا، الله يعطيك العافية جميعا جميعا. بنقدر هلا يعني نستريح شوي للصلاة، نستريح للصلاة ولا أيضا الغداء. أكيد أكيد. أهلا وسهلا فيكم، تعبناكم معنا وبنشكر عطاء ولا فأولا.